باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان وكل اوان والى ظهر الدهور كلها امين. انا هتكلم ربع ساعه بس في اخر موضوع من سلسله الله اب، وهيبقى عندنا تقريبا 25 دقيقه للاجابه على الاسئله. هقرا جزء صغير في سفر الاعمال اصحاح 12. وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة، فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف، وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا. وكانت أيام الفطير، ولما أمسكه وضعوا في السجن مسلما إياه إلى أربعة أرابع من العسكر ليحرسوه، ناويا أن يقدموا بعد الفصح إلى الشعب. فكان بطرس محروسا في السجن، وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله، ولإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين. بدينا السلسلة بنعمة ربنا، سلسلة الله أب. خدنا مقدمة عن أبوة الله، ده أول موضوع. الموضوع الثاني، الله أب يعتني بحياتك. الموضوع الثالث، الله أب كلامه لبنائك. الموضوع الرابع، الله أب يغفر أثامك. الموضوع الخامس، الله أب يواجه أعدائك. الموضوع السادس، الله أب يصغي لصلاتك. الموضوع السابع، الله أب فاشهد له بين أحبائك. الموضوع الثامن، الله أب يحفظ ميراثك اللي هو الحياة الأبدية. موضوع النهاردة والموضوع الأخير تحت سلسلة الله أب، وبكرة ربنا يدينا نعمة نتكلم حاجة عن الست العذراء. آخر موضوع النهاردة، الله أب لعائلة أي الكنيسة. كلمكم بس في نقطتين بساط عشان الربع ساعة على قد الموضوع ده، هو موضوع طويل قوي، لكن ناخد بس نقطتين صغيرين. أول نقطة، إيه هي الكنيسة؟ ما مفهوم الكنيسة؟ لو سألت أي واحد إجابة اللي بسرعة يقول لك هي إيه؟ جماعة المؤمنين. حلو قوي. الكنيسة ليها ثلاث مفاهيم، والثلاث مفاهيم مجتمعين. وخلي بالك هي مش نقطة واحدة، ثلاثة. أول مفهوم نقول عنه المفهوم الروحي، وده تلاقوه موجود في أفسس 4 وعدد 6. تقول إيه الآية؟ إله وأب واحد. لمين؟ للكل. الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. إله وأب واحد. لمين؟ للكل. مين بقى هم الكل؟ اللي في كنيسة العدل والآن بقى سنسل بمساسوجة بس، ولا في حد؟ مين؟ اسمه مسيح العالم. أعضاء جسد المسيح مش في كنيسة هنا والكنيسة ديت والكنيسة دي، لا، أعضاء جسده في كل حتة. يقول إله وأب واحد لمين؟ للكل. وكمان يقول إيه؟ الذي على الكل، يعني هو الكبير. وإيه كمان؟ وبالكل، يعني ما تقدرش تصل للمسيح بدون الإيه؟ المسيح. مين قال الكلام ده؟ هو قال كده، قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا إيه؟ شيئا. وفي كلكم. آية حلوة قوي بطلعها لما تروح، أفسس 4:6. ده المفهوم الإيه؟ الروحي. في مفهوم تاني للكنيسة، بس مش منتشر، بس ده لازم يكون الاتنين مرتبطين ببعض، هما ثلاث مفاهيم. إيه المفهوم التاني؟ تلاقوه في تيمساوس الأولى إصحاح 3 وعدد 15. بولس بيقول لتيمساوس إيه؟ ولكن إن كنت أبطئ
فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي. بقيت الآية بقى: عمود الحق وقاعدته. المفهوم التاني بنسميه ايه؟ المفهوم العقيدي. الكنيسة مبنية مش بس على جماعة مؤمنين، الكنيسة مبنية مفهومها على عقيدة. ان احنا لينا عقيدة. ايه العقيدة دي؟ عندنا عقيدة تبرير، عندنا عقيدة الفداء، عندنا عقيدة ان لينا ابدية. دي اسمها عقيدة، ما نؤمن به. يعني ما ينفعش نجتمع مجموعة مؤمنين وكل واحد فينا ليه عقيدة شكل. دي حاجة بتعمل اسمها ايه؟ شتتان. عقيدة تبرير، انت ليك كلام وانا ليا كلام وانت ليك كلام، ما ينفعش. لنا عقيدة ان الجسد والدم، ان هذا الخبز وهذا الخمر يعمل ايه؟ يتحولا، فيصير هذا الخبز جسد وهذه العصير الكرمة ايه؟ دم. دي اسمها عقيدة. ما ينفعش ان مثلا حضرتك تبقى قاعد مثلا في الكنيسة تقول لي انا اوكي انا بحب الترانيم، بس يجي على القداس ماليش تقول عليه، اصل هو ده مش مظبوط. ما ينفعش. نحن مجتمعون تحت جماعة المؤمنين تحت عقيدة واحدة، دي اسمها عقيدة. مين قال الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده بولس قال لتيموثاوس. قال له ايه بقى؟ قال له انا هجيلك، ولما اجيلك هعلمك ازاي تعمل، تبقى تاخد بالك من الحاجات اللي هي تراعي امور الكنيسة اللي هي عمود الحق وايه وقاعدته. مذكور ان بولس راح لتيموثاوس، لكن مش مذكور قال له ايه، بس هو قال له كلام. عرفنا الكلام ده منين؟ من حاجة اسمها التقليد. ايه التقليد؟ ايه التقليد؟ ان جيل بعد جيل بيسلموا حاجات. هديكم مثل عشان تبقوا فاهمين القصة دي حلوة قوي. عندنا عقيدة المعمودية، عقيدة ان الشخص لما بيتولد بيجيبوا الكنيسة طفل وبعدين يتعمد، مدفونين معه في المعمودية، يعني معمودية بالتغطيس، يعني بيتغطس لأن الكتاب قال كده، وبعدين يطلع وبعدين يصلي صلوات معينة. طب والصلوات دي جت لنا منين؟ مش موجودة في الكتاب المقدس. واحد يقول لك جابوها منين دي؟ مش موجودة في الكتاب. ده في حاجة اسمها ايه؟ تسليم. يعني ايه تسليم؟ يعني ده حطها علمها لتيموثاوس، تيموثاوس علمها للي بعد منه، اللي بعد منه علمها اللي بعد منه. يرد عليك واحد يقول لك يا عم فين الكلام ده؟ اقول لك انا فين. شتب انت قاعد في كنيستك واعي فاهم. تيموثاوس الثانية صح، الثانية عدد اثنين. تيموثاوس الثانية احفظها سهلة قوي. تيموثاوس الثانية اثنين اثنين، ثلاث اثنينات. بتقول ايه؟ بولس بيقول ايه لتيموثاوس؟ ما سمعته مني بشهود كثيرين. ما سمعته مني، ده كله شافه وناس ايه حاضرين، بشهود كثيرين. اودعه اناس يكونون اكفاء يعلمون اناس اخرين ايضا. الايه دي فيها كم جيل؟ اربعه. ولا كلام اللي نقلوه مكتوب. ما سمعته مني، يعني بولس قال لي مين؟ لتيموثاوس، في حضور مين؟ شهود كثيرين، ناس سمعوه. انت حطه، اودعه في ناس يكونون اكفاء، يعني يكونوا ايه؟ يعني كفء، يعملوا ايه؟ يعلمون اناس اخرين ايضا. فتيجي تقول لي وين انت جبتوه ده؟ جبتوه منين؟ اقول لك من تيموثاوس الثانيه 2:2. اذا العقيده بتعتمد على حاجتين، بتعتمد على الكتاب، وبتعتمد على ان ازاي ممارستها عن طريق ايه؟ التقليد. انا بقول لك ايه بس عشان الوقت، لكن في ايات كتير قوي. فبيجي حد يقول لك جبتوا منين الكلام ده؟ طب اللي احنا عاملينه في الكنيسه دلوقتي ده مر عليه تطورات.
كل ما يجتمع المجمع المقدس يتعملوا حاجات معينة ويقروها، ما يربطونه على الأرض يكون إيه، وما تحلونه يكون محلول. إذا ما ينفعش تبقى في الكنيسة وانت بس عارف إنك إنها مفهوم روحي، إنها جماعة مؤمنين، هي جماعة مؤمنين، الله أب واحد لكل وعلى كل وفي كلكم، واثنين مفهوم إيه، عقيدة. إيه المفهوم الثالث بتاع الكنيسة؟ تلاقوه في أعمال 11:26، فحدث إنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلم جمعا غفيرا ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا. أولا المفهوم الثالث اسمه مفهوم مادي، اللي هو المبنى، اللي هو المبنى اللي احنا قاعدين فيه ده مفهوم مادي. احنا قاعدين في المكان ده بالفكر الروحي والفكر الايه العقيدي المظبوط، ومجتمعين في مكان. والاباء من كتر ما قالوا ان الكنيسه دي اللي بيحل فيها روح الله فبدوا يقدسوها، فيعملوا ايه الكلام ده بيحصل ايه، يعملوا ايه، يخصصوا المذبح، يدهنوه بالميرون، يعني ايه يدشنوه. وزمان كانوا يدشنوا كل الايقونات، بس مبقاش يحصل كتير كده، يعني مش كل الاوقات كده، يدشن كل الايقونات، يجي سيدنا يدشن كل الايقونات. ليه؟ المكان اللي بنجتمع فيه. اذا ميجي يقول لك ايه هي معنى الكنيسه، اقول لك لها مفهوم روحي، لها مفهوم عقيدي، لها مفهوم ايه مادي. اقول لك نقطه ثانيه صغيره ونبدا بقى في الاسئله. هي الكنيسه تاسست امتى؟ امتى الكنيسه تاسست؟ حصل حاجتين، في وعد بتأسيس، وفي ايه يوم تأسيس. في يوم وضع فيه حجر الاساس، كنيسه ضخمه جميله، حطينا حجر الاساس، كانت ارض واسعه مفيش حاجه، واحتفال اسمه ايه وضع حجر الاساس، ده يوم. ويقول لك تم وضع حجر الاساس يوم كذا. طب الكنيسة بقى صلينا فيها امتى؟ يوميها. دشنت امتى؟ يوم كذا. برضو الكنيسة جسد المسيح كان هناك وعد بتأسيس، وكان في يوم انطلاقها. امتى الوعد بتأسيسها؟ تلاقوه في متى 16:18، لما بطرس قال له ايه؟ انت المسيح ايه؟ ابن الله الحي. قال له ايه؟ وانا اقول لك ايضا انت بطرس، وعلى هذه الصخره ابني كنيستي. حلو، بقيت الايه، وابواب الجحيم لن تقوى عليها. اقول لك يعني ابواب الجحيم لن تقوى عليها. انت فاكر ان ابواب الجحيم لن تقوى عليها يعني ان ابواب الجحيم جايه عليا، فهي هتعمل ايه؟ ما تقواش عليا. هقول لك مفاجاه النهارده، انما طلعتش كده. دور الكنيسة مش تدافع، خلي بالك، دور الكنيسة مش ان الشيطان بيهجم عليها وهي عاملة كده ومحدش يقدر عليها، لا. دور الكنيسة جسد المسيح، اعضاء جسد المسيح الحي، تهجم على ابليس، على ابواب الجحيم، وما يقدرش عليها. وجبنا منين الكلام ده؟ ابليس بيأسر ناس ويرميها عنده، دور الكنيسة انها تهجم عليه وتاخد النفوذ اللي هو اثرها بالمسيح وتفكها، لانه ابليس ما يقدرش على الكنيسة. مش انه يهجم على الكنيسة، لا، ده الكنيسة ابواب الجحيم لن تقوى عليه، يعني الكنيسة بتهجم تجيب اولادها. ليه؟ لان الكنيسة مفدية بدم المسيح، ما يقدرش عليه. فالكنيسة دورنا مش تدافع، احنا دورنا نطلع نجيب كل النفوس المقصورة، ألوف مؤلفة، نروح نجيبها ونيجي بمين؟ بدم المسيح، عشان ندخلها فين؟ جوه الكنيسة، لأن الكنيسة اللي هي أعضاء الحية دي مفدية بالمسيح. ده الوعد بتأسيسها. طب يوم تنفيذها كان إمتى؟ الآية أعمال 2:4، وامتلأ جميع منين؟ من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. يوم انطلاق الكنيسة ويوم ما التلاميذ اتملوا بالروح وطلعوا عملوا إيه؟ انطلقوا.
انا هكتفي بس بالنقطتين دولت بس. الله اب العائله اي الكنيسه، افتكر ان مفهوم الكنيسه مفهوم روحي، مفهوم عقيدي استلمناه من الاباء عن طريق التقليد، ومفهوم مادي اللي هو المكان اللي بنعيش فيه. زي ما الايه بتقول ان قعدوا سنه وعلم جمعا غفيرا، والمكان اللي بنتعلم فيه. تاسيس الكنيسه الوعد بتاسيسها في متى 16، ويوم تاسيسها اعمال 2. طبعا في اسرار الكنيسه مش هخش فيها، السبع اسرار، كل سر ليه اصل كتابي. مش ما حدش يقول لك انت جبت الاسرار دي منين؟ ايه الاختراعات اللي بيخترعها الارثوذكس دولت يعني؟ اي حاجه ليها، اي حاجه بنعملها في الكنيسه لها اصل كتابي استلمناها من الاباء عن طريق التقليد. تقدر تطلع كل سر، بس عشان احنا الوقت ناخد بس ربع الموضوع ده. كل سر لاصل كتابي ولطريقة ممارسة. يعني ايه ممارسة؟ طقس، طقس يعني نظام. يعني ايه سر؟ سر، كلمة سر يعني ايه؟ سر، اي سر معناه ان احنا بنعمل شيء منظور للحصول على بركة غير منظورة. البركة الغير المنظورة ده سر. يعني نصلي على حمل وعلى أبركة وفي الآخر نتناول جسد ودم، بس في طعم بقك إيه؟ خبز وخمر عادي. بس في سر تم التحول جواه، نحن نؤمن. أي حاجة، سر الزيج، اتنين يتجوزوا وأبونا يصلي كللهما باركهما قدسهما يطلعوا ونقول ليس بعد اتنين بل جسد واحد، بس احنا شايفينهم ايه؟ اتنين بقوا قلب واحد، ده سر. الروح القدس هو نفس الكنيسه. خلي بالك، معلش موضوع تعليمي. الروح القدس ده نفس الكنيسه. اللي من غيره الكنيسه تموت، ما ينفعش، المسيح قال كده. خير لكم ان انطلق عشان يجي لكم الروح القدس ويمكن يسمعكم. فهو ده نفس ربنا. هو ده اللي بيدي لكل حاجه بنعملها ايه؟ حياه. طب عايزين نشوف، اهو بيقول لنا بقى اعمل كذا اعمل كذا. في ميه وجوه الميه الروح القدس يحل، ينزل الشخص المعمد يطلع ولاده ثانيه. نؤمن بذلك، وقصص بقى كثيره قوي. طب ايه الصلوات؟ جات لنا من الاباء. كنيسه الوحيده، كنيسه الوحيده اللي بدات من يوم الخمسين لغايه النهارده لم تنقطع يوم، 2000 وشوي، لم تنقطع يوم، بدت ولغاية النهاردة شغالة. الدنيا حصل فيها تطور، شكل القداس اتغير، صحيح شكل القداس اتغير. اما نيجي نحكي عن سر الإفخارستية ده موضوع لوحده. شكل القداس اتغير، انما ايه؟ القداس ملامحه الرئيسية ثابتة، الصلح والتقديس. طول عمره القداس بتاع ماري مرقص اللي من يوميه حطينا بقى أواشي، حطينا مجمع، دي إضافات حسب القرون حصل. لكن القداس الرئيسي اللي عمله المسيح كان يوم خميس العهد، اللي هو عمل إيه؟ إيه التركيز على إيه؟ خذوا كله وإذا هو إيه؟ جسد، اشربوا هذا هو إيه؟ دم. هو هو الكلام ده لغاية النهاردة. لغاية النهاردة بنخذوا هذا هو إيه؟ جسدي، يبقى جسد المسيح. ليه بنقول إنه جسد المسيح؟ لأن هو قال كده. ولو قلت ان اللي انت بتاكله مش جسد المسيح يبقى المسيح ده ايه؟ محدود، يبقى مش الله. عشان يجي حد يقول لك يا عم ده مش جسد ودم نصنعه هذا ذكري. خلي بالك، انت بتتناول جسد المسيح ودمه وبتعمله على طول. طب في اثباتات كثيره. اليس الكاس التي نباركها شركه دم المسيح؟ اليس الخبز الذي نكسره شركه جسد المسيح؟ لان ده جسد المسيح. طب الممارسات عملتوها ازاي؟ عملت القداس ازاي؟ شكله ازاي؟ استلمنا كل سر جميل لذيذ. ادرس وطلع اي حاجه بنعملها اصلها الانجيلي. احنا اسسنا كتاب مقدس، اكثر كنيسه انجيليه في الدنيا احنا. محدش يقول لك ده مش تبع الانجيل، لا، طلع كل فتفوته من انجيل. انجيل اساس. والتقليد سلمنا الملمح ده ازاي نعمله، فتبقى انت ثابت
والاباء مرسوس ازاي، والكنيسه متصله من يوم ما طلعوا التلاميذ حلوا عليهم الروح القدس لغايه لما المسيح يستلم ايه الكنيسه، بنعمل اللي هو قال لنا عليه. كفايه الحبه دولت بتوع الكنيسه عشان هو موضوع جميل، بس نخلينا في الاسئله. انا ما كنتش متوقع ان لما اقول هنجاوب على الاسئله تطلع الحبه الكتير دول. كده قدامنا تلت ساعه وربنا موجود. في أسئلة بتبقى صعبة عليا ما بعرفش أجاوبها، وفي أسئلة مش عايز أجاوب عليها عشان أكون صريح. يعني أنا يا عم غريب قاعد يومين وماشي، ما تقوليش حتة كده في الموضوع بقى. عايز أقول لك يعني أنا في أسئلة أصلا قريتها جات لي كده، أنت شاغل بالك ليه يا عم بالسياسة الكنسية وبال ومين قال ومين عاد وابونا؟ يا عم خليك في حالك، حد كلفك بحاجه اعملها واشكر ربنا. يا عم يا بختك انك، بس انا هقول لك حاجه عشان لقيت كم اسئله كده. يعني يا عم اشكر ربنا انك، اقول لك يعني واجر على الله انك علماني. اشكر ربنا، اشكر ربنا. لما تبقى في وضع مسؤوليه دي قصه متعبه، الله يشيل ويعين. انا كلمه بحبها قوي، انبا باخونيوس، تخش مكتبه تلاقيه حاطط ورا ظهره كده قول صغير لاحد القديسين في ظهره على طول. ايه القول ده؟ عجبت لرئيس يخلص. مرعوب الراجل، يعني يقول لك لانه خلاص وضع في وضع المسؤوليه. وانت عم حر طليق، ميجي ابونا يكلفك بموضوع اعمله وخلاص، والمسؤوليه بتاعت ابونا بينه وبين ربنا. ما تبقاش عينك اللي قاعده فاحصه ماحصه ممحصه، انا مسؤول وانا اعرف. يا عمي من فضلك اتضع شويه، الله يرضى عليك اتضع شويه، اديني رجلك ابوسها اتضع. ما تبقاش انت يعني، لان عايز اقول لك حاجه بيني وبينك، انت لا تعلم ببواطن الامور. ده في امور كتير قوي ما تعرفهاش. ابونا عمل كده ليه؟ مش يقول لنا؟ مش هيقول لك، لان في امور مش هيقولها، في امور هو شايف حاجه بعيده، في اسرار عارفها. يا عم ما تثق في ابونا اللي ربنا حطه واتضع. فيعني كده خلصت نص الاسئله. اقول لما افتح السؤال يا عم دي اجابه عامه شافيه. ما لماذا نذكر أسماء الراحلين في القداس وهل يوجد فائدة تعود عليهم؟ لا، أنا لما نيجي بنذكر أسماء المنتقلين دي اسمها شركة المؤمنين، يعود عليهم بالفائدة؟ لا، بعد الانتقال ما فيش فائدة خلاص. لما أنت بتذكر أنبا أنطونيوس وأنبا بولا وماري مرقس واستفانوس اسمها شركة المؤمنين. ليه؟ لأن احنا نثق أن السمائيين والأرضيين متحدين أمام عرش النعمة. هو فين عرش النعمة؟ المذبح. هم واقفين أمام المسيح الحي فوق، ما فيش أداديس. لكن ما احنا عرش النعمة أمام الخروف المذبوح اللي فين؟ في الصينية. فاحنا الاتنين واقفين فين؟ قصاده. اسمها شركة مؤمنين. نمرة اتنين، لما بنذكرهم في القداس بنتعزى إن هم فين؟ في السماء. مش واحد بيقول لي أنا بذكر أبويا كتير 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 عشان أضمن رايح السماء، قلت له مش هيستفيد. إيش دعوة بالحكاية دي؟ انما انت فرحان ان ابوك في السماء فبنشترك. اسمها شركه السمائيين. المجمع ده شركه السمائيين، وبنذكر بقى اهالينا بعد القديسين. ليه؟ ما هم قديسين لانهم في المسيح يسوع.
هل ينفع ان ابن يقاطع ابنه لسوء تصرفاته واقواله وردود فعله، ولا كيف يتم التعامل لتقويم الابن مع العلم ان اب الاعتراف بيحاول اتصال بالابن والابن حتى لا يرد على هاتفهم كما تقول؟ ممكن من فضلك تصوم 3 ايام؟ صوم 3 ايام. هتقولي هتصومني بعد صوم العذراء؟ يا راجل ده احنا ما صدقنا. صوم 3 ايام تحت ارشاد ابوك الروحي، قضيهم صوم وصلاة، قضيهم صوم وصلاة. نمرة 2، لا تتعامل مع ابنك بعتاب او بملامة، تعامل معه بحب وصحوبية. 3 حاجة، كل حاجة في الدنيا ليها زمن. انت عايز تتعامل مع ابنك النهاردة بحب وبعدم عتاب وهو يصد فيك، فانت تقول له انا تعاملت معاك حلو، انت ما انتش نافع. طول بالك، اي حاجة في الدنيا ليها زمن تفاعل. ما بترمي البذرة ما بتطلعش شجرة على طول، واحدة واحدة. طب ليه الولد بقى عمل كده ده؟ ما اعرفش، يمكن تكون انت السبب، انا السبب، انت السبب. ما صاحبتوش من زمان، اهملتوا المذبح العائلي. عشان كده بقول لكم من فضلكم، يعني ان ما افتكرتش حاجه من اي حاجه قلتها لك في الاسبوع ده، افتكر اعملوا مذبح عائلي. من فضلكم اعملوا مذبح عائلي، حتى لو اطفالك صغيرين وبناتك صغيرين بيجروا حواليك، روحهم بتشرب، هتضمن الولد والبنت ولو ساعه في الاسبوع، حطها في جدولك، ده شيء مهم. هترتاح لما تكبر، هتقتني ابن وبنت للمسيح فعلا. لكن تسيبه السنين دي كلها تقول هو الوضع ليه، هو مش صاحبي ليه، هو ما بيحكيليش ليه، هي البنت بعيده ليه؟ اديت ايه عشان تحصد ايه؟ اعرف انسانا في مصر انكر المسيح، صليت كثيرا من اجله ليرجع بالايمان، وعرفت انه مات ولا ادري ان كان تاب وعاد المسيح ام لا قبل موته. هل اكمل صلاتي من اجله أم أتوقف عن الصلاة لأجله لأن ما حدث قد تم؟ إن كان تاب فهو في السماء، خلاص انتهى، بعد الموت خلصت. كلمة صعبة لكن حية، أغلق الباب. إن كان تاب فهو في السماء، أنت صليت. بس عايز أطمنك، الله أمين ما بيضيعش صلاتنا. يمكن يكون تاب في لحظة لا يعلمها أحد، هو بيطلع الروح قال له رب سامحني، مقبول. هو اللص اليمين حصل إيه؟ اذكرني الخش، ما تعرفش. فصلاتك ما ضاعتش، بس الصلاه دلوقتي من اجل الموضوع ده لا خلاص. مناقشه مع زميل في العمل عن نزول المسيح في ليله بغلمسيس الجحيم ليصعد ارواح الصديقين الفردوس، سالني ما هو اثبات ذلك من الانجيل. لا في ايات كتير قوي، حضرتك اعمل بس، انا هقول لك ايات كتير بس اعمل سيرش فين الايات اللي بتثبت ان المسيح نزل وكرز وطلع، هتلاقي كتير قوي. خلي بالك الموضوع اتاخد من العهد القديم، اياته ايات كتير قوي قوي، بس عشان دي تبقى محاضره لوحدها طويله. لو دورت طلعت بس فين الايات اللي بتثبت كده هتطلع كتير قوي قوي. المسيحية كعقيدة صعبة الفهم، مثال التثليث والتوحيد والثلاث أقانيم وموضوع الفداء، وفي نفس الوقت بعض الأسفار صعبة مثل نشيد الأنشاد، كيف بعد ذلك نستطيع أن نفهم نتفهم محارباتهم وأفكارهم لهذه العقيدة؟ عقيدة مسيحية أسهل عقيدة، عقيدة التثليث والتوحيد. ما هي مثالها؟ حضرتك وحضرتك وأنا، جسد ونفس وروح. ببساطة شديدة عشان يعني هقول لك حاجة كده بسيطة، جسد ونفس وروح، كل حاجة فينا ليها دور. يعني لو حبيت أشيل الترابيزة دي أشيلها بإيه؟ بإيدي، أشيل الإيدين دول أروح ماسك الترابيزة وحاططهم هنا. أما أجي أقول مين اللي شال الترابيزة، بقول إيدي اللي شالت الترابيزة ولا بقول أغسطينوس شال الترابيزة؟ أغسطينوس شال الترابيزة، معنى ده أغسطينوس كله على بعضه، بس في الحالة دي استخدمت ايه؟ ايدي. حضرتك عاوز تكتب عندك فكر وتكتبه جواب، فكر في راسك، والفكر ده فكرت في كلام حلو عايز تكتبه وكتبته،
نتيجة فكرك هتيجي تقول ايه؟ فكر اغسطينوس كتب الجواب. لا، هتقول اغسطينوس ايه؟ كتب الجواب. الله، هو اغسطينوس شال الترابيزة واغسطينوس كتب الجواب. تيجي تقول مثلا عندك مشاعر فرح، مشاعر فرح، نفسيتك فرحانة، متهلل، فبتقول ايه؟ تقول نفسيتي فرحانة، ولا بتقول ايه؟ اغسطينوس ايه؟ فرحان. هما تلاتة جنب بعض، جسد ونفس وروح، لا، التلاتة في واحد، بس كل واحد ليه ايه؟ دور. الله الاب احب، بذل ابنه ودانا روح يسكن فينا. هما تلاتة؟ لا، واحد. ومين اللي احتار؟ فيلبس. المسيح قال له من رأني فقد رأى الايه؟ الاب. قال له الى الان لم تعرفني يا فيلبس، من رأني فقد رأى الاب، الا تؤمن اني في الاب والاب فيا؟ بس هي ايه؟ ادوار. بتقول في اسفار صعبه زي سفر النشيد، صح؟ سفر النشيد تحتاج تعرف حاجه كويسه او وحاجات كتير قوي. سفر النشيد هو علاقه ما بين الله والنفس البشريه، عباره عن رموز. كنا طلعنا في كتاب زمان، كنا طلع انه الرمز ومكانه المعنى، حط ده مكان ده يبان الكلام كله، يعني يطلع تفهم السفر. ومش بالضرورة تفهم كل الناس ايه اللي عندك، ما تشغلش بالك، مش كل واحد يقول لك ايه ده واللي عندك ايه، تتحمي انت وترد. ما تردش، لا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير. مش كل حاجة، خلي عندك حكمة، وروح القدس يرشدك مين تكلمه ومين ما تقولوش. شيطان الزنا والنجاسة يحاربني كل يوم في الكنيسة في المسبح، ارشدني. اول حاجة الشياطين اللي بتحارب، طبعا دي اشد شياطين بتحارب الزنا والنجاسة وخلافه جوه وبره وكده، يعني كل يوم الصبح حط ضعفاتك دي امام المسيح، سواء وقعت فيها او موقعتش، سواء فكرت فيها او ما فكرتش. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اما يجي لك الحرب ايا كان وانت واقف في القداس او بره او كده، قول لينتهرك الرب يا شيطان، يا رب يسوع المسيح اعني. قول كتير. اوكي. نمرة ثلاثة، سد المنافذ. الخطايا ما بيجيش من باب للطاق، تيجي منافذ سدها، فتلاقي الامر ده خلص. كل الشيطان لما يجي يلاقيك بتنده على اسم المسيح وبتسد المنافذ، يقول لك يوه ده زهقني، يسيبك ويمشي، ما يقدرش. لكن يلاقيك سايب فكرك مفتوح وتفكر، يقول لك ده انت صيده، يتنو يزني 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 لأن بعد الشر يوقعك. فخلي بالك، لا سمح الله ان وقعت قوم في ساعتها. تعرضت لضغوط كثيره في الفتره الاخيره، تدهورت صحتي كثيرا، ربنا واقف معايا كتير، لكن تعبت جدا، واكتر حاجه خسرتها هي احساسي بالامان والثقه بربنا. اتاثرت كتير، ودي اكتر حاجه تعباني، وصلي لي وارشدني. انت فكرك يعني انك انت تعبان والمسيح مش حاسس بيك؟ يا راجل، افتكر انت يعني بتعيط والمسيح ما بيعيطش؟ مين قالك؟ مين قالك؟ بيقول ان نسيت الام رضعها انا ايه لا انساه، السماء والارض تزول وحرف من كلامه يزول. ومن انت تقلان عليا ليه يا رب؟ ما بتردش ليه يا رب؟ انت سكت ليه يا رب؟ سايبني في الاتون المحمى سبعة اضعاف ليه يا رب؟ لا، عشان امجدك، عشان اكللك، او عشان انظفك. عارف السايغ يحط حتة الذهب في النار امتى يطلعها؟ لما يلاقي وشه فيها، يقول لك بس نضفت. مش بيعمل ده مع اي حد. كان في خبر ان العازر اخو مريم ومرسى عيان، والمسيح عارف، قالوا له هو ذا الذي تحبه. خلي بالك بس الكتاب اصله دقيق، والروح القدس ده فظيع. هو ذا الذي تحبه مريض، بتك على ايه؟ تحبه. انت مش بحبني يا رب؟ بحبك. مريض ما تروحش فيه. لا لا، ليه؟ لا، سيبه. سيبه ليه؟ مش انت بتحبه؟ مش انت البيت اللي كنت بترتاح فيه؟ ليه يا رب؟ وبعدين خلي بالك يا رب، ده العازر مريم ومرسى ما لهمش حد في الدنيا، يعني انت ايه الحكايه؟ لا لا،
ويموت لعازر. ايه يا رب؟ بص ويشبع موت. كم يوم؟ 4. والريحه تطلع وده. وبعدين المسيح يقول يلا بقى نروح نقومه. ايه يا رب في ايه؟ عايز اقول لك بقى، اما يروح المسيح ويقوم لعازر يحصل حاجتين. تصير اقامه لعازر مثلا لقيامه المسيح واحده. 2، ما ربح المسيح النفوس اللي ربحها باقامه لعازر، بيقولوا كده في التاريخ، قد لكل ربحهم في فتره خدمته. يعني صار العزر ايه؟ مجده. واسم العزر ايه؟ لو كان العزر مات ملوش ذكر، لكن العزر مات وقام ايه؟ اسمه. عشان كده انا عايز اقول لك طول بالك، ربما تكون حنيه ربنا مش ظاهره دلوقتي، هتظهر يا حبيبي. ما تقلقش، ما تقلقيش، صدق ان هو هيجي. هتقولي ده تأخر قوي، يا سيدي هيجي في الهزيع 17 بس جاي، مش الرابع بس جاي، ما تقلقش. ما رأي قدسك في الفكر البروتستانتي الذي انتشر في الكنائس؟ طب ايه رأيك في الفكر الارثوذكسي الجميل الحلو؟ انت مالك يا عم؟ ما تثبت عيالك جوه الكنيسة، ما تدوقهم طعم حلاوة المسيح اللي جوه. الله معلش سامحني، هو ابني ولا بنتي ولا دي بيروحوا بعيد ليه؟ هو انت اكلته حاجه يا اخي؟ انت شبعته؟ ما تشبعه بالانجيل، شبعه بالتسبيح، دوقه المسيح، عرفه يعني ايه كل علاقه شخصيه بيه. لو لقيت واحد خرج وسابك، مستحيل. عندما تقول الكلمه دي معناها، انا هحكي قصه، معلش واجرى على الله بقى، معلش سيدنا بابا يزعل مني ولا ما يزعلش. بيحكي لي سيدنا قداسه البابا، بيحكي لي على بلد من البلاد في مصر، بيقول لي جاء المسؤول عنها ايا كان بقى، كاهن ولا اكبر، قال له يا سيدنا اعمل ايه؟ انا كل البلد، بلد في الصعيد كلها ارثوذكس، وكنيسه ثانيه طائفه ثانيه ما فيهاش تبعهم رسمي الا عيلتين، الكنيسه عندهم خد كل الاسر وانا قاعد بنش. عارفين بابا حكى لي؟ قال لي ايه؟ قال لي رحت واقف على حيلي ومسقف للكنيسه الثانيه، قال له برافو ده شغال صح. ما تشتغل، ما تدوق الناس حلاوه اللي هنا، حلاوه المنجليه، حلاوه المذبح، وحلاوه المسيح. ركز على المسيح، ركز على المسيح، ما تناقش حد في فكره، ما تناقش حد في فكره. انا بسال هذا السؤال مرات كثيره في اجتماع الشباب، هقول لك الاجابه اللي انا بقولها، عشان احنا الاجتماع عندنا في اسكندريه مليان ناس كتير بتيجي شمال ويمين، ايه رايك ده صح ولا غلط؟ فبحكي المثل ده، فانا هقوله لكم. بفترض ان في تورته 7 ادوار، خلاص سيبك من التورته الاولانيه اللي تحت الكبيره دي، التورته الثانيه فيها مجموعه نمل، والتورته دي كلها شوكولاته، فمجموعة النمل بيندهوا على مجموعة النمل اللي في التورتة التالتة، بيقولوا لهم تعالوا معانا ده احنا غرقانين في الشوكولاتة. رد عليهم مجموعة النمل اللي في التورتة التالتة، قال لهم ايه؟ لا ده احنا عندنا برون جلاسي ما حصلش. رد عليهم النمل اللي في التورتة الرابعة، قالوا لا ده احنا عندنا كريم شانتي ايه؟ رد عليهم التورتة الخامسة، قالوا لا هو في احلى من الفواكه؟ ده احنا كده. في الاخر خالص رد عليهم التورتة الاولى اللي تحت، قال لهم لا احنا عندنا بقى شوكولاتة، برون جلاسي، كريم شانتي، فواكه، عندنا كل حاجة. ما تعبش في حد، مالكش دعوة، عنده حاجة حلوة بس مش كل حاجة. انت عندك كل حاجة، عندك انجيل، عندك جسد ربه ودمه، عندك شركة مؤمنين، عندك وسايط، عندك اعتراف. تعرف دلوقتي ان كل الاتجاه دلوقتي راجعين، كل الاتجاه الطوايف ان حد يقعد مع حد عشان يريحه نفسيا، ما ده الاعتراف، هي كيمياء، ما هو ده الاعتراف. ما تعيبش في حد، لكن انت عندك التورته الايه اللي فيها كل حاجه، اعمل التورته دي صح، هتلاقي كل الناس جت، محدش طلع ولا حد دق من بره، لكن ايه اللي بيعملوه؟ ايه اللي يا عم بتقعد هنا يا عم؟ اعمل انت بس واشتغل. بنضيع وقت في نقعد وناخد ايدينا، يعني نقعد بقى ندين بقى ان احنا ايه. برجاء كلمة منفعة للشباب والشابات
البعاد عن الكنيسة بحجة العمل، وأيضا فكرة الزواج بعيدة عن اهتمامهم، حتى في منهم وصل 35 سنة وأكثر. وما هو دور الكنيسة؟ احنا دور الكنيسة أولا عايز أقول لك حاجة، أيوة صح هم مشغولين، قدم المسيح البسيط الخفيف بوجبة بسيطة. ما تقدرش يقول لي واحد تقول له انت ما بتجيش ليه الكنيسة؟ على الأقل لك احضر لك ثلاث أربع أداليس، يا عم يحضر قداس واحد مثلا. وبعدين نقول له أنت ما بتقراش الإنجيل، يا عم اقرأ خمس آيات. خليه عرفه على المسيح اللي هو مسدد كل الاحتياجات، احنا مش بنعرف الناس على المسيح ده، عرفه. حاجة تانية، ميجي حد متأخر في الزواج بلاش قلق. بلاش قلق. أنا بشوف عندنا في مصر والحقيقة شفت هنا أهو أسبوع ولا 10 أيام، إيه الرعب ده؟ إيه الرعب؟ إيه الهواجس؟ إيه في إيه؟ كبرت، هسيبها لوحديها، هتروح فين؟ هتروح فين؟ وهو فين؟ هو فين؟ وبعدين أنا دايماً أطمن البنات، أقول لها بنتي يا حبيبتي المسيح بيحضر لك واحد بس هو لسه في المعمل، أول ما يخلصه هيطلعه لك. بس بيخلص. بلاش قلق. ونصلي. نقول له يا رب تمجد، وهات واحد من عندك. واقول للبنات اللي سامعيني، معلش بالباخر كده، يعني قعده الخزانه ولا جوازه الندامه؟ قعده الخزانه ولا جوازه الندامه؟ مش انك كبرت جه واحد هعمل ايه؟ كويس كويس، بتبقى مصيبه ويبقى بالطوابير. فك يا ابونا، نفك الف خطوبه، انا نفكش جوازه، مش مهم، انت قاعده مبسوطه، يجي لك المناسب اللي من ايد ربنا اللي فيه التوافقات المظبوطه، فما تقلقوش. ابونا تسعه خلاص انا قافه كده كفايه صحيح يا ابونا. ما معنى في القداس الالهي كيما اذا يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح؟ هل معنى هذا اننا لن نزداد في كل عمل صالح الا اذا الله اعطانا الكفاف في كل احتياجاتنا الارضيه؟ اليس هذا هو طلب مشروط؟ الموضوع مش كده. عارف الايه اللي بتقول ان كان لنا قوت وكسوه فلنكتفي بهما؟ انت ربنا مشبعك مديك على قد احتياجاتك، اشكر ربنا. والتفت التفت انك تعمل اعمال صالحه. يعني ايه؟ خليني اقولها بطريقه عمليه. يا سيدي انت ربنا مباركك، عندك بيت جميل، واحتياج البيت فيه عربيتين ثلاثه حلو قوي، وربنا مديك فلوس كمان كتير، وانت عجبت بيت تاني حلو قوي، حلو خلاص نشكر ربنا، عندك بيت هنا وبيت هنا وعندك عربيات وعندك شغل. ايه لازمته الزياده؟ امال الفلوس اللي عندي دي اعمل ايه؟ انت مستت لعيالك ومستف، ما تصرف على ربنا مديك فلوس كتير عشان تعمل عمل صالح. تعمل ايه؟ تشبع وتغني اللي حواليك. اكم ناس فقراء واكم ناس محتاجين واكم ناس في خدمه وفي احتياجات للكنيسه وفي احتياجات، وانت فكرك ربنا مديك الفلوس دي كلها بس عشانك وعيالك؟ ده ربنا بيباركك، بيديك عشان تبارك الاخرين فيباركك في الابديه. بارك عيالك وبارك اسرتك. إذ لنا الكفاف بمعنى أنك ارضى بعيشتك. إيه ده؟ من عارفين الغني الغبي عمل إيه؟ قال لك أهدم دي وأعمل إيه؟ وابنك ليه يا عم ليه؟ ما أنت حلو زي الفل، أمال الزيادة دي لإيه؟ بص حواليك، افتح عينك، فرح اللي حواليك، اشبع اللي حواليك، هنا ولا هنا ولا هنا؟ قول له يا رب عايزني أستخدم الفلوس دي فين؟ أحكي لكم قصة. القصة دي واحد مقاول في مصر. معروف يعني شخص حلو مسيحي بيبني عماير، كل لما يبني عمارة يطلع شقة يجوز فيها عريس وعروسة معهمش فلوس، ما ياخدش منهم حاجة خالص، يكون حط علامة كده أمام ربنا يقول لي يا رب اللي تعرفني على أي حد مش جد يروح مديله شقة، شقة فخمة بمبلغ يديها له يبني. لا ربنا بيباركه قوي. قال له يا رب ده أنت كتير علي، كل ما حبني عمارة حد كم شقة؟ اتنين. عارفين دلوقتي بيعمل ايه؟ ربنا يبارك ويحافظ عليه، يبني عمارة يبيعها ويبني عمارة يديها مجانا ومش ملاح. مصدق؟ لا لا اديني يا رب ضمان وانا اعمل كده قوي. ايه رأيك؟
يبني عمارة يبيعها وياخد حتة أرض، ياخد حتتين. فالناس بيقولوا له أنت ليه دايما تاخد حتتين وتبني عمارتين في وقت واحد؟ قال له ما دي بتاعتي ودي بتاعت ربنا. وسبب الحكاية دي والعمارة إيه؟ 30 شقة، 30 شقة ب 30 عريس وعروسة مجانا، شقق بملايين. إيه ده؟ وربنا بيباركه. أنت خايف ليه تطلع يا عم ماسك أصلي من يا عم؟ خلي الفلوس في جيبك مش في قلبك، خلي الفلوس في جيبك مش في قلبك، تخافش. النهارده كنا مع الآباء قعدة كانت جميلة قوي، كنت يعني بقول كده يعني لو احنا المسيحيين على مستوى الكرازة كلنا بأمانة نقول يا رب ادي فلوسنا اهي، ما يبقى في مسيحي تعبان، صدقوني خالص. وفي السماء نقف امامه يا سلام فرحني، باسمك ربنا ساعدك وباركك انك تبارك ناس حواليك تفرحهم يا اخي، فرحهم. تلاقي الدنيا الورق اللي في ايدينا ورق الفلوس ده ورق ملون. احكي لكم القصه دي وخلاص بقى، عشان انا لو فتحت في القصص مش هخلص يعني. ويمكن قلت لكم القصه دي كان في اليوم الروحي، انا مش فاكر يعني، الايام دخلت في بعض. عندنا اسره في الكنيسه، اسره حلوه قوي قوي، وراجل ومراته عايشين لوحديهم. وفجاه عرفنا ان الراجل ومراته دول حرامي دخل سرق، كان جاي فلوس بالهبل هيحطها في البنك، اتسرقت دولارات ودنيا وكل الذهب والالماز. فقلت يا لهوي ده زمان الراجل والست ايه هيقعوا خالص. فودت يومين كده ورحت رايح ازوره من شعبنا يعني. فانا بقى رايح يعني مصيبه، وعرفت ان المبلغ كبير. قابلني بالترحاب يا حلاوه، طب حلو قوي. قعدنا، قلت له معلش يا باشمهندس يعني ربنا يعوض عليك. قال لي في ايه؟ قلت له يعني الراجل اللي سرق الفلوس. قال لي ده حرامي عبيط طمع في شويه ورق ملون. ملون ده الناس بتموت على الورق الملون. طب والذهب والالماز؟ ست مراته ست حلوه قوي، بناتهم متجوزين بره. ايه؟ قالت لي شويه صفيح. ايه يا عم في ايه؟ في ايه؟ بعد اسبوعين ثلاثه مسكوا الحرامي. بعدين الضابط جابهم قال لهم دلوقتي احنا مسكنا الحرامي وعارفين ان انت حاجتكم اتسرقت، الحاجات دي بتاعتكم. فالراجل قال له ايه؟ لا مش بتاعتنا. قال له طب خلاص خدوها، ما هو ده ذهب وده ذهب. قال لهم بقول لك مش بتاعتنا، ناخد حاجه مش بتاعتنا. فالظابط قال له يا عم انت مسروق، انا بقول لك خد. قال له يا عم ما خدش الا حاجتنا، دي مش حاجتنا، مش عايز. وقال للظابط هات يا بيه ده شويه صفيح، ده حرامي بس يتوب وعادي. خدت حل منه، قلت له بس يا باشمهندس هنحكي القصه دي في العظات. قال لي وماله؟ بس هناك بقى في اسكندريه بقولها بالاسم، باشمهندس فلان قاعد بقول احكيها يعني، يعني كنيسه عيله واحده يعني فمشهور. ما تقفلش قوي. عارف بقى لما تعمل كده تعمل ايه؟ ربنا يباركك، يديك وتطلع ويديك وتطلع، وتبقى سعيد انك تسعد الناس. انا عملت لكم عزه على الموضوع ده. ابونا كفايه كده، ابونا لا كده، ابونا مش هينفع، ابونا صدقني احنا لا انا ما عنديش ويب سايت، ما بستخدمش حاجه، انا عندي فايبر، عندي ثلاجه، عندي بوتاجاز، ما عنديش الحاجات اللي هي المتطوره دي، لان دي حتى انا في اسئله فوتها لاني جاوبت اجابه عامه في الاول ديت. عشان كيف اعرف ان ربنا قبل التوبه وتوبني انا شخصيا؟ اعرف ازاي ان ربنا قبل التوبه؟ وقول دلوقتي في سرك يا رب توبني وسامحني. قلت امين، ربنا قبل التوبه، روح عند ابونا يرى لك الحل، خلص. ايه مش قصه بسيطه. عارف الفريسي والعشار؟ العشار عمل ايه؟ الفريسي قال له انا وانا وانا وانا، العشار قال له ايه؟ لم يشا ان يرفع عينيه، اللهم ارحمني انا الخاطي. في ساعتها نزل تقرير، خرج هذا مبررا دون ذاك. مش صعبه. يا ريت تكلمنا عن الشفاعة، ده موضوع بقى كبير ولذيذ، بس هقول لك حتة بس فيه. كنيسة تعلمنا إن الشفاعة الاثنين للعذراء مريم والملاك ميخائيل، ليه؟ والباقي كله بالصلوات. ليه؟ لأن الاثنين
العذراء مريم والملاك ميخائيل ويوحنا المعمدان، الثلاثة. ليه الثلاثة دول بس؟ لأن دول عملوا حاجات خاصة بالمسيح ما اتعملتش تاني، خلاص حاجة انفرادية. العذراء مريم ولدت المسيح، في حد تاني اسمها أم الله، أم المخلص، أم الخلاص. يوحنا المعمدان عمل ايه؟ عمد المسيح. والملاك ميخائيل رئيس جند الرب الواقف امام العرش، ده انفراد. هذه اعمال لا تتكرر. كنيسه تقول لنا دولت بشفاعه وبقيه القديسين ايه؟ بالصلوات. شفاعه قويه ومقتدره على راسهم الست العذراء والباقي بالصلوات. جبنا الشفاعه منين؟ ليس غرباء ونزلا، براعيه مع القديسين واهل بيت الله. وما بنقول صلوا بعضكم لاجل بعض. ايوه ده يقصدوا الاحياء. ليه واللي ماتوا دول ماتوا؟ الهنا اله ايه؟ احياء، مش اله ايه؟ اموات. واثباتات كثيره قوي على راسها قصه بتاعت العذراء مريم لما راحت قالت للمسيح ليس لهم خمر، دي شفاعه. وقال لها مالي لي ولك يا امراه لم ياتي بعد ساعد ايه؟ ساعد يعني كان لسه ما جاش وقت المعجزات، لكن عشان خاطر عيونها قال لها ايه؟ يلا. هي ما استنتش، ده راحت قالت للخدام مهما قال لكم ايه افعلوه. بعدين ده اوبشن ليك، عايز تستخدمه استخدمه، مش تش عايز انت حر. في ناس تخش مع بعض منحره في شفاعه، يا عم انت حر ماشي، بس مش معنى الشفاعه انك انت ما تعرفش تكلم ابوك السماوي. واحد لسه من يومين بيقول لي حكايه انه القديسين هم الواسطه. قلت له يا حبيبي لا، انت بتقف تقول ابانا الذي. ايه حبيبي حاجة زيادة، واقفين كلنا امام المسيح. ماري جرجس وابو سيفين، صلوات ماري جرجس قوية يا سيد. يا عم ده انت متوافق انك تقول لي واحد زي حقير وشوية تراب صلي لي، مش عايز تروح تقول لي ماري جرجس صلي لي؟ ادي الحكاية. ما انتش يعني مش مصدق يعني في صلوات القديسين دولة، مش مستحيل. انت بس الفكر عاوز يتظبط. يعني نسمع عن بعض الأقابيل عن ظهور دم في الجسد أثناء صلاة القداس ويقال معجزات ظهور شعيرات دموية، ما أنا غير مقتنع بها. ما أنت شغليش بالك، إحنا نحن نؤمن إن الجسد تحول خلاص. لا أنت مستني نقطة دم فيه ولا بقي بحتة لحمة، لا 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 لا، إحنا أكتر من كده. يقول عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، ده إيماننا مؤمنين. ما تخشش ورا الحته دي، ماش قص خالص. نحن نؤمن ان ده جسد حقيقي ودم حقيقي. اما بينه معجزات تحصل معجزات، بس مش عايزين نعملها شو. لو انا مستني انك تقول لي ان حته اللحم دي تحولت لحمه وطلع فيها اشعاعات وفصيله الدم، انا مش مستني تقول لي كده. يا عم انا مصدق من غير ما تقول لي كده. ايه وبهيصه ايه عملنا؟ لا 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 خالص، الموضوع مش كده. احد الاباء الكهنه في كنيسه من الكنائس من سنين طويله فاتت ساب كنيسته، الكاهن الوحيد في كنيسه ساب كنيسته وراح يحضر اسبوع الالام في القدس ويشوف النور المقدس. اسقفه ما رضاش يكلمه يعني عد. بعد ما رجع بالسلامه وقال له مبروك عليك القدس تقديس، قال له يا ابونا ممكن اصلي معاك قداس اجي لك؟ قال له اتفضل يا سيدي. فجه سيدنا صلى معاه قداس في الكنيسه، سيدنا بيقدس. بعد التقديس على طول سيدنا وقف القداس نادى ابونا، قال له ابونا وانت رحت القدس ليه؟ ده في وسط القداس. قال له سيدنا عشان اشوف النور المقدس. قال له هات شمعه، شمعه مطفيه. سيدنا قربها من الجسد، الشمعه ايه؟ نورت. قال له ما هو النور اهو، بس النور اهو ولا بتاع ولا انت ايه عمالك تجري وتروح وتيجي وتعمل؟ ده مش معناه ما تروحش ريحه القدس اللي جايه، لا عشان بس يعني دي مش دعايه موجهه، لا ده تروح انا لسه اروح يعني. بس عايز اقول لك بلاش ان احنا نجري. الصوره عملت البتاع عمل، بتطلع بره الهدف ليه؟ انا اؤمن المسيح موجود خلاص. هقول كمان سؤالين وخلاص عشان نقدر ايه. كيف اتخلص من الخطايا المستتره واريد النقاوه الداخليه ولا استطيع؟ طول النهار اندع على المسيح، قول له نقيني طهرني، شيل يا رب، شيل الجدر اللي جوه يا رب. اعتمد قوي على الصلوات السريه السهميه كتير طول النهار وشوف النتيجه.
وأقول لك سر، اتناول كتير، اتناول كتير، ما تبقاش رجلك تقيلة قوي، خصوصا اللي فاضي. يعني طبعا أنا عارف أنتوا غلابة قوي في شغلكم طول أسبوع وكده، يمكن ما عندكش إلا سبت وحد، بس احرص عليهم. بس لو عندك فرصة تتناول كتير اتناول، هتحصل على نقاوة. هقول لك حاجة، طوبة لأنقياء القلب لأنهم إيه؟ يعينون الله. هتعاين، اقرا انجيل كتير، اتناول كتير، انده على المسيح كتير، شوف شكلك هيبقى ايه. تعرف شكلك هيبقى ايه؟ مسيح. عم الكهنة فرحانين ومبسوطين ومزقططين بأي عمل روحي يحصل في أي حتة، أي حتة. يعني لما نسمع ان في كنيسة جنبنا مزقططة ومزدهرة، صدقني الكهنة كأنهم بيرقصوا. اياك تفتكر ان انا كنيستي وعايش شعبي والباقي، ولما يجي لي حد يشتكي من حد هناك معلش مش لا لا، احنا بنستر على بعض وبنساعد بعض وبنقوم بعض ونفرح. عايز اقول لكم حاجة، فوق في السماء مفيش كنيسة العذراء وكنيسة مريمين وكنيسة بابا كرولوس وكنيسة أمصامين، مفيش كده. فوق في ايه؟ نفوس من كل الأمم، من كل القبائل، من كل الشعوب، واقفين أمام العرش ايه؟ يسبحوه. مش احنا واقفين بتوع العذراء يجوا هنا فوق وبتوع مريمين يقف هنا، عمرك ما تخشها كده. احنا واقفين أمام فرحانين، احنا بنفرح طبعا. أي عمل روحي ينتشر في أي حتة يبقى فرحانين. بتوع مصر بيكلموا لي ايه النهضة الحية دي اللي في كندا، ايه الناس الحلوة دي، وايه دولة. احنا بنفرح قوي ليه بنهضة العذراء في كل الكنايس؟ حاجة تفرح، بتشغي الكنايس. فرح القسيس ان يلاقي الشعب جه، فرح القسيس ان يلاقي الشعب جه، موت القسيس ان الكنيسة تبقى فاضية. فتقول لي انا مثلا كنيسة فاضية ابقى فرحان، او كنيسة بنانة دي، عايز كل الكنائس تفرح. عايز اقول لك بس مشاعر القسيس، قسيس في عزبة من العزب كلها مسيحيين، ما بيجوش الكنيسة، مش معبرين خالص، هيموت. فجاب اتنين ستات صوتهم حياني، قعدهم على باب الكنيسة، قال لهم صوتوا، قالوا لابونا هنصوت، قال لهم بيأجروهم زمان، صوتوا، قال لهم صوت، اه صوتوا. طب بعد ما صوت لو ناس سألونا يقول لهم ابونا مات، يا ابونا ما انتهوا، اقول لهم بس ابونا مات والجنازه دلوقتي. الستتين بقى متوصين وابونا يزر الدم قرشين حلوين، فعملوا ايه؟ هات كسويت سويت سويت، ايه ابونا مات امتى؟ دلوقتي. خش الكنيسه بقت على بعض، وابونا كان في الهيكل، راح طالع من الهيكل، ما ابونا عايش اهو زي الفل، ايه اللي كده؟ قال لهم انتوا لما بتجوش كان انا مت، تعالوا عشان انا حياتي فيكم. قال لهم بولس انتم اكليلي، انتم فرحي. اي دي فرحتنا. عشان كده بقول لك اشتغلوا معانا في الكنيسه دي والكنيسه دي والكنيسه دي والكنيسه دي، ونجيب كل الناس، وتبقى الكنيسه ما تكفيش ونعمل واحده اوسع منها. ما كفايه الكنيسه دي يا عم، اسكت بس، انت بتفكر في نفسك، عيال وعيال عيالك وعيال عيالك واللي جنبك واللي حواليك والمنطقه دي كلها اسمها كرازه، وكل الناس تيجي والمسيح يبقى في الوسط وكل الناس. انت تفتكر الكنيسه اللي موجوده هنا مكفيه؟ مستحيل مستحيل، لسه شعب تاني جاي، وشعب اللي هنا يعرف المسيح. يقول لك ايه الحته دي مالها منوره ليه؟ ولا حاجه، فيها كان بيحبوا بعض، بيحبوا المسيح وبيحبوا الشعب. كفايه اخطيت اهو، كل مره وانتم طيبين انا مبسوط قوي قوي، انا اخذت بركه. انا وعايز اقول لكم، عايز اقول لكم حاجه، صحيح الكنيسه مبروكه قوي، نيافة الحبر الجليل أنبا مينا ده ملاك، ومعاكم أبونا أنجيلوس بالآباء الكهنة مالهمش حل، صحيح صحيح، يعني ربنا يبارككم. شفت نماذج آباء كهنة ما شفتش كده، تواضع محبة، وكلهم من أبونا، روح أبونا أنجيلوس الحقيقة، يعني كل اختيار أنقح من أبونا كده. ربنا يبارككم وصلوا لي كتير. تعيش يا ابونا، اتعلمنا، ربنا يحفظك للكنيسه
ونفرح دايما بزيارتك لينا، وان شاء الله يبونا مش عارف يعني. انا حاسس ان احنا عايزين نمد صيام العذراء السنه دي اسبوعين تانيين، ايه رايكم يا جماعه؟ بس بشرط ابونا يقعد معانا. موافق يا ابونا؟